ممكن تكون بتتعالج برقية شرعية، ولكن سبحان الله الرقية ما بتأثرش فيك نهائيا. سبب عدم تأثر الشخص بالرقية الشرعية بيرجع لثلاث أسباب. السبب الأول إنك أنت ما بتكونش محافظ على الصلوات المفروضة، فبالتالي الشيطان اللي بيكون موجود جواك بيكون متحكم في الجسد كله، فأنت بما إنك أنت ما بتصليش وما بتطيعش ربنا سبحانه وتعالى، فبالتالي لما تستمع القرآن الكريم مش هيكون عندك أي تأثر ولا أي إجابة نهائيا. والنبي صلى الله عليه وسلم حذر من النقطة ديت، فقال العهد اللي بيننا وبينهم الصلاة. فعشان كده ما تخليش الشيطان أيا كانت مقدرته إن هو يتحكم فيك أو إن هو يمتلكك بتركك للصلاة. الأمر الثاني إنك أنت لما بتستمع لرقية الشرعية بتقول أنا ما عنديش حاجة، والشخص اللي قدامي ده ما يقدرش يعمل لي حاجة، فتقعد كده إنك أنت بتستمع بكبر، ما حدش هيعرف يعمل معايا حاجة نهائيا، والتعب اللي عندي ده أنا خلاص يأست منه، فبالتالي أنا عمري ما هخف من هذا التعب وأنا اتعودت عليه، يلا خلي اللي يقرأ يقرأ، ما فيش أي حاجة هتحصل لي ولا أي تغير هيحصل في جسمي. ده السبب الثاني. أما بالنسبة للسبب الثالث، فإن الشيطان اللي بيكون موجود جواك ربما إن هو يبتعد عن جسمك ويجي لك في أوقات معينة من اليوم. يعني على سبيل المثال يهرب من الجسد لما تكون أنت هتستمع للقرآن الكريم، وبمجرد ما تغفل عن ذكر الله جل وعلا وعن الصلوات وتبدأ انك انت ترتكب بعض الذنوب وبعض المعاصي، يبدأ الشيطان ده بقى يعمل ايه؟ ان هو يمتلك الجسم بتاعك بالسيطرة عليه، فتحس ان في تنميل في دراعك، تنميل في رجلك، تنميل مثلا في مشط رجليك من امام، كذلك ان يكون في مغص شديد جدا موجود في المعدة. طيب انا عشان اتخلص من الحالة دي هتعمل ايه؟ أول حاجة عايزك تعرف يا أخي الكريم إن الشيطان بيسكن في جسم ابن آدم، لكن سبحان الله السكون ده ممكن يكون سكون كلي وسكون جزئي. بمعنى إن الشيطان اللي ممكن يكون موجود جواك ده متحكم في جسمك كلته، بمجرد ما تستمع لأي آية قرآنية يحيل بينك وبين الاستماع ليها، إنك أنت تحس إنك أنت متضايق تقوم تكفل القرآن الكريم، وسبحان الله تطرب لما أنت تستمع إلى الأغاني والأشياء اللي بيكون فيها محرمات. وده بيرجع لنقطة مهمة جدا، ايه هي؟ لان الشياطين اساسا بتنفر من كلام الله جل وعلا، ومعروف ان الشيطان بيسكن في الحمام. ليه؟ لان هو بيت الخبائث، فعشان كده دايما الشيطان بيخلي الانسان اللي هو موجود جواه يرتكب بعض المحرمات وبعض الذنوب، عشان دايما يكون الانسان ده بعيد عن ربنا سبحانه وتعالى. ولما تبعد بقى في اللحظة دي عن ربنا سبحانه وتعالى يمتلكك الشيطان، فيبدأ ان هو يتحكم فيك زي ما هو عايز. وربنا سبحانه وتعالى أوضح ده في القرآن الكريم، قال الله عز وجل ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيد له شيطانا فهو له قرين. عشان كده نمثل كل ده، يعني سبحان الله بيغيب الإنسان في غالب الأوقات، يعني ممكن لو أصاب امرأة ممكن يغيبها عن الوعي فترات طويلة جدا من الزمن، لدرجة ان هي تنام في الفراش أهلها يحاولوا ان هم يشوفوا لها راكة واثنين وما فيش أي حد عارف يجيب اي نتيجة مع هذا الشيطان. وبيكون في تقلبات بتحصل في الجسد، يعني شوية صداع، شوية مغص شديد، شوية نبضات القلب متوقفة، فيروح زوجها للطبيب يقول له انا مش شايف ان هي عندها اي حاجة، ويعمل رسم قلب برضو ما فيش اي مشكلة. فلذلك المس الكلي بيختلف عن المس الجزئي، تمام؟ والمس الكلي ده لما بيكون متواجد في الانسان فهو بيغيبه تماما، لان هو امتلك الجسد كله. معنى ان هو امتلك الجسد كله، ان شئت فاقول كده يعني واحد دخل بيت ولف على كل الغرف اللي موجودة فيه ومسك المفاتيح بتاعتها، وسبحان الله بقى وضعهم معاه في جيبه، وهو اللي بيتحكم في كل غرف البيت اللي موجودة. بالتالي انت مش هتعرف انك تعمل معاه اي نتيجة خالص، او انك انت تقرب منه، لانه بيستخبى في اماكن معينة من الجسد. على سبيل المثال تيجي مثلا لو ركزت بالقراءة على الرأس ينزلك في الدراع، ولو ركزت بالقراءة على الدراع يقولك المريض رجل منملة، ولو ركزت بالقراءة على الرجل تبص تلاقيه راح في البطن فالبطن انتفخت. فعشان تتخلص من المس الكل ده ركز معايا وحقولك ايه علاجه في الاخر، وحقول ايضا ليه الانسان ما بيتأثرش بالرقية الشرعية، وده النمط اللي احنا بنتكلم فيه الان. اول حاجة، لو كان اللي موجود عندي عبارة عن مس كلي، وان الشيطان يعني سبحان الله بيحضر وبيتحكم في جسمي، فأنا لازم إن أنا أعمل حجامة على جسمي كله، وأجيب مثلا محجم إن هو يحجمني وينظف الدم. ليه؟ لأن معروف إن الشيطان بيجري من ابن آدم مجرى الدم، وده حديث ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم فضيقوا مجراه بالجوع.
فأنت كشخص لو ما ضيقتش مجرى الشيطان اللي موجود جواك بالجوع، فهتبص تلاقي ان هو يعني سبحان الله بيتنقل في أماكن كتيرة جدا، وبيتنقل مثلا من الرأس للرجلين للإيدين. لكن لما تنظف الدم بتاعك وتعمل حجامة مثلا كل شهرين 5 مرات ورا بعض، فكده الدورة الدموية عندك نضفت. فلو إن الشيطان وضع خيوط في دمك، وضع مثلا كتابات وطلاسم على الظهر عندك، تبص تلاقي إن كل الأشياء ديت بتتلاشى نهائيا وبتختفي نهائيا، ويبدأ الجسم بتاعك إن هو يخف، وجسمك يبدأ إن هو يكون كويس جدا ومفيش أي مشاكل فيه. النقطة الأخيرة بقى اللي موجودة معانا عشان تركز فيها، عايز أقولك إن الشيطان عشان إنك أنت تخليه يتأثر بالرقية، لازم قدر الإمكان إنك أنت تكون في الفترة اللي أنت بتتعالج فيها على وضوء، لأن ربنا سبحانه وتعالى أخبر إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، والله عز وجل يدافع عنك لو أنت إنسان محافظ على وضوءك. ليه؟ لأن المؤمن فقط هو اللي بيحافظ على الوضوء كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. عشان كده الوضوء شطر الإيمان. تصور كده إنك أنت لما تتوضى تبقى أنت حججت نصف الإيمان، يعني أنت شخص نصف مؤمن، ولما تقابل حد تلقى عليه السلام فأنت أيضا حققت شعبة من شعب الإيمان. ولما تيجي مثلا يعني سبحان الله تطعم مسكين، تميت أذى عن الطريق، تتصدق بصدقة، فأنت عمال بتعلم من إيمانياتك. فبالتالي ربنا سبحانه وتعالى بيقول إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، فالشيطان مش هيكون ليه سلطان عليك لا من قريب ولا من بعيد. عشان كده أنا عايزك إنك أنت تتقوى بالطاعات وتتقوى بذكر الله جل وعلا، لأن ربنا سبحانه وتعالى هو اللي بيديك المدد. فلما ربنا سبحانه وتعالى يديك المدد من عنده ويديك عونه، وتصبح عندك القدرة إنك أنت تجابه أو تقاوم أي شيطان، هتبص تلاقي نفسك يعني سبحان الله حالتك المزاجية يعني سبحان الله أصبحت طيبة، وتقدر إنك أنت تتقبل الرقية الشرعية وتخف بها على طول. الأمر الثاني عشان تتخلص من مشكلة عدم التأثر بالرقية، أنا عايزك إنك أنت تفوض أمورك كلها لله جل وعلا، وعايزك إنك أنت تؤمن إن القرآن شفاء لما في الصدور، لأن بمجرد إن ده يكون عندك يقين راسخ أو إن يكون إيمان داخلي جواك بكده، هتلاقي إن ربنا سبحانه وتعالى ميسر لك العلاج جدا. فأي رقية تستمع ليها هتبص تلاقي بتأثر فيك تأثير طيب، مما يستدعي إنك أنت تتخلص من جميع الشياطين اللي بتسكن في جسمك. لو عجبك المقطع ده شاركه لأصحابك وأصدقائك، فالدل على الخير كفاعله. دمتم في ود في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في سؤال دايما بيدور في فكر الإنسان، هل الكروبات والمحن اللي أنا بمر بها ديت سببها العين والحسد، ولا سببها الذنوب والمعاصي؟